ومن الجدير بالذكر أن الربط الكهربائي بين قارتي إفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في إفريقيا. وتحرص مصر على دعم جهود الدول الإفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة، خاصة في ظل ما يتمتع وتتمتع به الكثير من الدول الإفريقية بالعديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة. ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا. السيدات والسادة الحضور، كل تلك الجهود توضح سعي مصر منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات فعالة في سبيل التحول إلى نموذج تنموي مستدام يتسق مع جهود الحفاظ على البيئة ومواجهة تغير المناخ، ليس فقط إيمانا منها بحق أبنائها وأجيالها القائمة في مستقبل أفضل، وإنما أيضا لوعيها بما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من القطاعات الحيوية. وفي ختام كلماتي أجدد الشكر لكم، وأود التأكيد على أن مصر لن تدخر جهدا في سبيل تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة الخضراء والوقود الأخضر لما يمثله التحول الأخضر من فرصة واعدة لتحقيق التنمية الاقتصادية في مصر. كما نثمن كافة الجهود من أجل نجاح قمة المناخ العالمية COP27 في الخروج بتوصيات ناجحة قادرة على إظهار وحدة المجتمع الدولي ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل الجماعي والتنفيذ الفعال. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.